السلام عليكم، ويا رب تكونوا كلكم في أحسن صحة وحال. تعريف السمنة هو إن مؤشر كتلة جسم الإنسان البالغ سواء راجل أو ست، بس ما تكونش حامل، يكون فوق 25. إيه هو مؤشر كتلة الجسم؟ دي معادلة بتربط وزن الإنسان بطوله، وبتطلع نتيجة. المفروض النتيجة دهيت هي بتبقى مؤشر الكتلة اللي بيعبر عن مستوى السمنة في جسم الإنسان. طريقة حسابها بسيطة جدا، وممكن انتوا تعملوها بنفسكم بعد نهاية الفيديو. فوق وزنك بالكيلوغرام على طولك بالمتر، يعني نفترض طولك 170، يبقى 1.7 في 1.7، يبقى وزنك بالكيلوغرام على طولك بالمتر 1.7 مثلا في 1.7، والنتيجة بتطلع الكتلة. مؤشر كتلة الجسم اتصنف درجات. فوق ال 25 بنعتبرك وزنك زايد او اوفر ويت. من 30 ل 35 درجة أولى من درجات السمنة. من 35 ل 40 درجة أعلى. فوق ال 40 دوت بيبقى سمنة صريحة أو سمنة مرضية. السمنة يا جماعة في حد ذاتها مرض، ومش بس كده، لا، دي بتؤدي لمجموعة كبيرة من الأمراض اللي بعضها ممكن يبقى في مرحلة معينة خطيرة على صحة الإنسان. أهمها السكر، مرض السكر، خاصة السكر من النوع الثاني. الضغط، ارتفاع الضغط، أمراض القلب والشرايين، الاكتئاب، شحوم الكبد وزيادة انزيمات الكبد، زيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم، زيادة كتلة الجسم كمان بتؤدي إلى خشونة المفاصل. السمنة بتؤدي إلى مشاكل في العمود الفقري نتيجة الوزن الزيادة اللي شايله العمود الفقري. بتعمل بعض الأورام زي أورام القولون وأورام الثدي، بتعمل عقم، بتعمل مشاكل تانية، يعني عبارة عن ضيق في النفس وتعب مع المجهود، وبتقلل كفاءة الإنسان في الحياة سواء في إنتاجه أو في طبيعة حياته أو في الأشياء الطبيعية في حياته اليومية. طيب إيه الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى السمنة؟ السبب الوراثي حاجة مش بإيد الإنسان، من ضمن أهم الأسباب. التقدم في العمر، معروف إن كل ما تتقدم في العمر حجم عضلاتك بيقل وبيحصل تراكم للدهون داخل جسمك. بعض الأمراض زي مرض تكيس المبايض في الستات اللي بيعمل خلل هرموني، فبيحصل تراكم للدهون في أماكن معينة من الجسم. متلازمة كوشينج أو كوشينج سيندروم، أو مرض ارتفاع نسبة الكورتيزول في الدم نتيجة خلل في الغدة فوق الكلوية، اللي بيترتب عليه زيادة في أو احتفاظ الجسم بالمية والأملاح والدهون. قلة الحركة وعدم عمل أي رياضة أو أي نشاط من الأسباب اللي بتؤدي للسمنة. بعد كده عندنا الناس اللي بتدخن سنين طويلة وفجأة بطلت، بيفتح نفسه قوي وبيبدأ ياكل أكتر. خمول الغدة الدرقية من الأسباب المهمة جدا في السمنة. بعض الأدوية زي حبوب منع الحمل والكورتيزول أو الكورتيزون وأدوية الاكتئاب. الاكتئاب نفسه ممكن يؤدي إلى سمنة، هو والإحباط بيؤدي إن الشخص بياكل أكتر فوزنه يزيد. كلها حاجات، او عندنا برضو مرض خشونة الركب وخشونة المفاصل، قلة الحركة حاجة مش بإيد الإنسان، ما بيتحركش فبيبدأ وزنه يزيد. الإسراف في الدهون والنشويات والسكريات كلها حاجات بتؤدي إلى السمنة. عشان نشخص حالة السمنة الموضوع بيحتاج عمل شوية فحوصات غير مؤشر الكتلة اللي اتكلمنا عنه في الأول، زي
تحاليل دم شامله لمستوى الدهون في الدم، مستوى الكوليسترول، الكوليسترول النافع، الكوليسترول الضار، السكر، السكر التراكمي اللي هو السكر التراكمي اللي هو مخزون السكر، هرمونات الغده الدرقيه وهرمون الكورتيزول وهرمونات امراض النساء، نسبه انزيمات الكبد، انزيمات الكلى، عوامل السمنه، كتير جدا ممكن نبحث عنها داخل الدم. لازم نعمل سونار على البطن عشان نشوف اذا كان في شحوم على الكبد، اذا كان في التهابات في المراره، اذا كان في حصوات في المراره بسبب السمنه. ننزل على الحوض بالسونار عشان نشوف المبايض ونشوف اخبارها ايه، ودوت من الفحوصات المهمه. وطبعا فحوصات عشان نطمن على القلب والشرايين، اهمها رسم القلب العادي، ونركز ان احنا نحاول نقيس محيط الخصر او البطن في الكشف او التشخيص، لان دوت من اخطر انواع مخازن الدهون في الجسم اللي هو الخصر، دهون الخصر او البطن. بعد كده عشان نبدا نفكر في علاج حاله السمنه، العلاج بيحتاج ثلاث حاجات او اربع حاجات مهمين، اهمهم الاراده، ثم الرياضه، ثم الدايت او الحميه، ثم الدواء اخر حاجه، اللي هو ملوش اي قيمه لو التلات شروط الاولى ما تحققوش. يعني بيجي لي ناس يا دكتور عاوزين دواء ينزل الوزن، بقى هو فاكر او هي فاكره انه هياخد الدواء ويقعد وياكل ومفيش اي حاجه وزنه هينزل، ده مش سحر يا جماعه. لازم يبقى في اراده، لازم يبقى في رياضه، يعني مشي او سباحه او اي حركه منتظمه لمده نص ساعه على الاقل يوميا. لازم نقلل من الدهون والنشويات والسكريات، ونكتر من الخضروات والفواكه واللحوم المشويه. لازم برضو من الحاجات المهمة جدا ناخد بعض الأدوية إذا عشان نساعدك، يعني لو أنت مشيت في الخطوات دهيت ممكن نساعدك بأدوية. أنا حقيقي ما بقتنعش بيها كتير، إنما أهمها على الإطلاق مادة الميتفورمين اللي بتستخدم منظم السكر الشهير، وبيستخدم برضو في تكيس المبايض. وبعض عيوبه انه ساعات يعمل هبوط في السكر في الدم او يعمل انتفاخات في القولون، الناس اللي عندها القولون حساس. بعد كده في ادويه تانية بتنزل الوزن زي ماده الاورليستات، ودي بتشتغل على تنزيل الدهون الزايده عن طريق الامعاء، وبرده عيوبها شويه كركبه وانتفاخات في الامعاء ودخول حمام اكتر من مره، وبيبقى الحمام زايدي شويه. بعد كده في بعض الأدوية اللي بتشتغل على سد الشهية، سواء عن طريق الجهاز العصبي أو عن طريق تقليل الشهية في المعدة، وفي بعض الأدوية من مشابهات أو أشباه الإنسولين الإبر اللي بتتاخد برضو بتسد الشهية شوية. إذا كل المراحل دي فشلت ودخلنا في سمنة مرضية، هتهدد صحتك وهتهدد حياتك، الضغط بدأ يرتفع، السكر بدأ يرتفع، في مشاكل، يبقى هنلجأ لجراحات السمنة. ودي كتيرة أنواعها، زي التكميم، زي تدبيس المعدة، زي تغيير المسار أو تعديل المسار، وزي البالون، ودي كلها حاجات يعني بتتعمل، بس لازم تعرف ان انت برضو مش هترجع لطبيعتك بعد العملية فيما يخص رغبتك في الاكل والكلام ده كله، واحتمال كبير تمشي على فيتامينات وحديد مدى الحياة نتيجة ان الاماكن اللي هي بيمتص فيها الحديد وفيتامين بي 12 وفيتامين د والكالسيوم، يا اما بتستأصل يا اما بتختزل اثناء العملية. بعد الفيديو قوم قيس كتلة جسمك وشوف مؤشر الكتلة كام، لو لقيت نفسك دخلت في مرحلة السمنة الحق نفسك، ظبط طبيعة حياتك واللايف ستايل بتاعك، قلل دهونك في الأكل والنشويات والسكريات، ابدأ اعمل خطة رياضة قبل ما ندخل في مرحلة الدواء والعملية، لأن في النهاية مفيش أحسن من الطبيعي. أتمنى لكم الصحة والسعادة، وما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل جرس، وأشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.